سوف تحتاج إلى تسجيل طفلك مع طبيبك العمومي وحجز فحص لمدة 6 أسابيع كلاكما. هذه فرصة للتأكد من أنكما تمران عبر التغيرات الطبيعية بعد الولادة. يمكن للطبيب العام أن يقوم بالترتيب لإجراء اختبار اللطاخة إذا كان هذا، ومن المقرر تحتاج أيضا إلى تسجيل ميلاد طفلك، ولديك 6 أسابيع للقيام بذلك. المعلومات حول أقرب مكتب تسجيل يمكن العثور عليها على موقع الحكومة. نحن نحب أن نسمع تعليقاتك وعن تجربتك في رعاية الأمومة. هناك عدد من الخيارات المتاحة لتقديم الملاحظات، بما في ذلك إخبار الأصدقاء والعائلة باستخدام الرابط الذي يظهر في الشاشة الآن. إذا كنت ترغبين في تقديم ملاحظات أخرى، يرجى التحدث إلى أحد الموظفين كي يستطيع أن يوفر لك البديل. نيابة عن مستشفيات جامعة نوتنغهام وحدات الولادة، نرغب بتهنئتك بمولودك الجديد حبيبتي، ونتمنى لك كل السعادة ولعائلتك الجديدة. نحن هنا لدعمكم في هذه المرحلة من حياة عائلتك المقبلة.